بسم الله ما شاء الله، فرقة الترجي عندها خط دفاع مميز جدا، عندها خط نص قوي جدا، عندها خط هجوم اجرك الله. او خط هجوم الترجي حاجة بسم الله ما شاء الله. تقعد تبص كده على قوة الفرقة تلاقي ان امين بن حميدة وتوجاي وبدران مميزين جدا في 3 4 3، كانت 3 4 3 ما كانتش 4 4 2 النهارده، 3 4 3. محمد علي بن رمضان ناحية اليمين قدام، كولوبالي وغيلان الشعلاني في نص الملعب، الناحية التانية فيها رائد الفادة ايوالا كينجز لايده صابر بغرين. صابر بغرين كان على الورق بيلعب هاف شمال، بس كان بيخش جوه الملعب كتير، فصابر بغرين كان بيخش جوه الملعب كتير وكان بيسيب مكانه لمحمد علي بن رمضان يخش هو منطقه الجزاء، في حين ان صابر بغرين لما يخش نص الملعب محمد علي بن رمضان هيتحول لفيرو الثاني، ومحمد علي بن رمضان لما هيخش في نص الملعب صابر بغرين هيرجع تاني يلعب على الطرف. حلوه الافكار، حلوه الافكار، لذيذه الافكار، مميزه جدا الافكار. طب انت بتلعب قدام فرقه دفاعها قوي. بص يا عزيزي، هو فاكر ستيف كانوا بيلعبوا بال 5 3 2 وبسم الله ما شاء الله اول ربع ساعه 1 2 لاعيبه الترجي وصلت لمنطقه الجزاء انفراد. هتقولي ما كان في اخطاء تحكيميه وفي كور ممكن تحسب ضربات جزاء والفار ما كانش موجود وكان عطلان الشوط الاول. هقول لك بص يا عزيزي، انت بتلعب قدام فرقه بتلعب 5 في الحاله الدفاعيه وبتعمل 1 2 بتروح انفراد، انت عارف الوضع اللي انت فيه حرفيا. انت بتلعب قدام فرقه لو جبت فيها جون في ملعبها خلاص انت ممكن تعمل عليها سكور حرفيا. اول 9 دقايق الترجي رايح انفراد من نص الملعب، محمد علي بن رمضان عمل 1 2 مع كينجز لايده، راح على طول بن رمضان وكينجز لايده خدوا الثلاثه اللي هنا بسم الله ما شاء الله. محمد علي بن رمضان دخل لجوه، بس للامانه سفيان خديري عمل مباراه عظيمه جدا جدا جدا، حارس مرمى وفوق ستيف عمل مباراه عظيمه جدا جدا جدا. الراجل بصراحه التصديين بتوع الشوط الاول خلى وفوق ستيف في الملعب، خلى الفرقه تكون موجوده في الملعب، خلى الفرقه تكون حاضره جوه الملعب. الفرقه دي كانت ممكن تلبس جونين عادي جدا الشوط الاول، كان ممكن يلبسوا جونين عادي انفرادات حرفيا، بس تصدر كره محمد علي بن رمضان بطريقه مميزه جدا، تصدر الكره بتاعت كينجز لايده بطريقه مميزه. كينجز لايده برده نفس القصه، كينجز لايده حرفيا بيروح يخش ما بين الاثنين، لقى الاثنين سابوا له الكره حرفيا وقالوا له روح يا عم هات جول، بس كينجز لايده يعني شاطها في نص المرمى، بس سفيان خديري صدها بطريقه مميزه. قوه الترجي التونسي كانت في غيلان الشعلاني وفوسيني كوليبالي، وطبعا رائد الفدع كان بيأدي اداء مميز جدا. مش هرجع اقول لك بن حميده وتوجاي وبدران كانوا مأمنين الدفاع كويس قوي، كانوا بيعرفوا ان هم يطلعوا بالكره بطريقه مميزه جدا. بس الازمه عزيزي في الثلاثه اللي قدام دول، الازمه عزيزي في صابر بغرين في كينجز ليدو وفي ايوالا. انت بتتكلم حرفيا على فرقه بسم الله ما شاء الله، القلب قلب اسد في نص الملعب والهجوم فار ضعيف. والله انا كنت بتكلم على المهاجمين بتاع الترجي التونسي، وكنت بتكلم على ان الترجي التونسي ما بقاش عارف يجيب محترفين عدلين زي اللي الترجي كان بيجيبهم مقارنه باللي الترجي كان بيجيبهم زمان. كينجز لايده ولا دول حرفيا اترموا في الزباله للامانه وللشهاده لله. انت بتتكلم على محترفين ترجي، ترجي كان بيجيب افضل محترفين في القاره دي، انما كينجز لايده وايوالا وصابر بغرين كان صعب عليهم ان هم يعملوا اي ادوار هجوميه. صابر بغرين بتقول لي لعيب نص ملعب، للامانه بيقدم بطريقه مميزه لما بيخش في نص الملعب، بس فين الاضافه اللي عملها لي الافارقه؟ فين الاضافه اللي عملها لي ايوالا؟ فين الاضافه اللي عملها لي كينجز لايده؟ فين الاضافات دي؟ يعني ماتش حرفيا شوط اول تطلع كسبان 2 3 ليه؟ شوط اول فجاه لقيت نفسك قدام فرقه بدات تخش في الجيم. فرقه دفاع كاستيف اللي كانت خايفه ومهزوزه الشوط الاول بدات تخش عليك في الجيم، وبدا ان هم يعملوا هجمات على مرمى المعز بن شريفيه. بدانا نشوف المعز بن شريفيه في كره رياض بن عياد، رياض بن عياد اتلعب له عرضيه لو لمسها كانت جول، هو للاسف الشديد ما لمسهاش فمعز بن شريفيه صدها. نقعد نبص بقى فرقه فاكر ستيف بدات تخش في الجيم. طب في فاول جاي للترجي التونسي، في فاول اهو بيلعبها غيلان الشعلاني بتخبط في العارضه وبترد لثلاثه حرفيا، ثلاث لعيبه في منطقه الجزاء من الترجي التونسي، الثلاثه بيعملوا ايه؟ بيخش على بعض، كينجز ليدو وصابر بوغرين بيخش على بعض، اللي هو او تقريبا كان محمد امين توجاي، اللي هو يا جماعه في ايه؟ الماتش مش مستاهل كل ده، انت جاي قدام فرقه خلصانه حرفيا. بس برضه هرجع تاني وتالت ورابع اقول لك كل الاحترام لفرقه توفاق ستيف، لان الفرقه دي انا عارف مشاكلها الماديه، عارف المشاكل الاداريه اللي بيعانوا منها، عارف ضعف الامكانيات اللي موجوده، عارف حجم اللعيبه اللي موجوده. لما تدور مثلا على ان نجم الفريق لعيب زي عبد المؤمن جابو، لعيب عنده 35 سنه، ده واحد من نجوم الفريق بجانب لعيب زي رياض بن عياد بجانب احمد كندوسي، فلا انت بتتكلم على فرقه محترمه جدا. انما خط الدفاع اللي كان فيه لعيب زي بالكروي و
وهواري فرحان. كان في مشاكل كتيره دفعنا الشوط الاول، بس للامانه اتحلت الشوط الثاني عن طريق رضا بن دريس. رضا بن دريس قدر ان هو يحل المشاكل الدفاعيه اللي كانت موجوده عنده الشوط الاول. وللامانه برضو التغيير بتاع المدير الفني للترجي التونسي السيد راجل جعايدي بتاع ان هو ينزل محمد بن حبوده مكان كينجز لايده، اللي هو انت بتعاقب مهاجم سيء بس بتنزل مكانه لسه ولد شاب محتاج وقت، مش هينفعش انك تضحي بيه وتنزله في ماتش مهم زي ده. فانا استغربت بصراحه انك ازاي بتنزل ولد صغير زي ده ومستني منه ان هو يعمل لك اي اضافات. المفروض انك كنت تنزل حمدو الهوني، حمدو الهوني كل مره بقول حمدو الهوني، كان المفروض ان هو ينزل. بس بالمستوى اللي شفت فيه حمدو الهوني لا، هو لسه محتاج وقت. وحمدو الهوني نزل صبر بغرين تعور، اللي هو ايه خط الهجوم الضارب ده؟ يعني الفرده الوحيده اللي شغاله عندك في خط الهجوم اتعور قبل ماتش العوده، والفرده الثانيه اللي مفترض حمدو الهوني اللي كان شايل الفرقه السنتين اللي فاتوا بيطلع من الاصابه يخش باصابه. لا الموضوع صعب جدا في الترجي بصراحه، الموضوع بصراحه صعب. بتتكلم على نص ملعب قوي في محمد علي بن رمضان، الموسم ده حرفيا بالنسبه لي بيقدم عظمه. محمد علي بن رمضان بيقدم مستوى رائع جدا وراقي جدا، غيلان شعلاني بيقدم مستوى عظيم جدا، فوسيني كولوبالي الراجل ده من ساعه ما وصل الترجي التونسي وبيقدم مستويات مميزه جدا. انت عندك نص ملعب حرفيا قوي جدا، نص ملعب تنانين، عندك خط دفاع فيه عبد القادر بدران وتوجاي، وتحط وسطهم لعيب صغير زي محمد علي بن حميده، تحطه ناحيه الشمال ده باك، تحطه يلعب بتالت وسطهم عادي هيغطوه لان هم اثنين اقوياء. بتتكلم على خط دفاع قوي جدا، بتتكلم على خط نص قوي جدا، بتتكلم على خط هجوم مليان مشاكل كتير. فخط الهجوم ده لما المباريات بتصعب على الترجي للاسف الشديد ما بيقدرش ان هو يحل، لان هو ما عندوش حلول. خط هجوم الترجي ما عندوش حلول، لا حلول فرديه ولا قدرات فرديه يقدر يخلص بقى المباراه. لا مثلا واحد على واحد تلاقي ان ولا بيعدي وبيشوط، لا تلاقي كينجز لايده بيعدي وبيشوط، ولا حلول جماعيه انك تقعد تلعب له على العرضيات من على الاطراف. يعني هتطلع من هنا رائد الفتح، هتطلع هنا امين بن حميده، يلا يا رجاله العبوا عرضيات لكينجز ليف، مش هيسجل، مش هيسجل، هو لعيب قليل. بس التحامات بدنيه بقى وافارقه والكلام من ده، بس مش ده البروفايل اللي انت تحط عليه اقصى امانيك وطموحك ان هو ده اللي هيغير حال الترجي. بالنسبه للترجي ده على المباراه الشوط الاول، الشوط الاول كان الترجي ممكن يقدر ياخد المباراه حته ثانيه خالص، بس الترجي سمح لوفاق ستيفن ان هو يخش معاه في الجيم. وللامانه ده احلى، لان الماتش بدا يسخن، وماتش العوده اعتقد ان هو يكون سخن في رادس، ولو اني لسه لحد الان براهن ان الترجي هيقدر يخلصها في رادس. كلام ممكن ما يعجبكش، بس انا بصراحه حاسس ان الموضوع رايح لناحيه الترجي، لان بامكانيات لعيبه وفاق ستيف والمشاكل اللي بيعاني منها وفاق ستيف والكلام على تغيير المدرب وفاق ستيف دايما وابدا، فصعب ان الفرقه دي تروح لحته بعيده. الفرقه دي اللي هي بتعمله دلوقتي يعتبر انجاز، بس ده رايي في المباراه. انت بقى رايك يعني نختلف باحترام، ما عارف فيش اي مشكله. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو هذا رايك واحترام.